كل مواطن مصري بيفطر دلوقتي فول او عدس، بيعمل فطيره مثلا زي فطيره العسل او اللبن، بياكل في الغداء رنجه او فسيخ. هل تعلم ان كل اللي انا قلته ده اكلات اجدادك المصريين القدماء كانوا بياكلوها؟ هل تعلم ان كان في اطباق كامله كانت بيعدها المصري القديم قبل بزوغ الحضاره بآلاف السنين في دول وأماكن كتير جدا من دول العالم؟ المصري القديم كان عنده هذه الأصناف وورثت يعني عبر فترات الزمن الطويلة إلى اليوم، وأصبحت جزء من تاريخنا وجزء من شخصيتنا المصرية. أنا بقول الكلام ده ليه؟ بقوله عشان بكرة المتحف القومي للحضارة هقول لك مبادرة متميزة جدا تحت عنوان طبلية مصر. طبلية مصر مبادرة الهدف منها ربط الآثار والحضارة المصرية القديمة بالمجتمع المصري، بحداثه، بتراثه، بتقاليده. الحقيقة أن التاريخ والحضارة المصرية يعني غنية جدا. كل الكلام اللي أنا بقوله ده موجود في مقابر، في رسومات، في نقوشات، فيها أكلات وفيها مخبوزات كتير جدا، ولسه موجود لغاية دلوقتي اكتشافات بتسجل الأكلات المصرية اللي بتسعى مصر لتسجيلها في اليونسكو ضمن التراث الثقافي غير المادي. عن أكلاتنا المصرية، عن مبادرة طبلية مصر، رحبوا معنا بالدكتور شريف شعبان المتخصص في الآثار المصرية القديمة للحديث عن كل هذه التفاصيل. صباح الخير يا دكتور. صباح الفل يا مصطفى، مبسوط ان انا اكون معاك تاني. نورنا جدا جدا جدا. ربنا يخليك. قول لي بقى، جدودنا كانوا بياكلوا ايه وعرفنا ازاي؟ انا اللي هسالك، قول لي انت فطرت ايه النهارده؟ انا فطرت لبنه. لبنه؟ لا، المصريين ما كانوش بياكلوا اللبنه بس. كانوا بياكلوا الاكل اللي احنا بناكله دلوقتي. كانوا يعرفوا الزبادي. كانوا يعرفوا، مش الزبادي طبعا، الزبادي المصنع، ولكن كانوا يعرفوا منتجات الالبان، كانوا يعرفوا اللبن. عن طريق حلب الابقار، الفول، العدس، العيش بكل انواعه. طبعا العيش ده من المكونات الاساسيه للاسره المصريه لحد النهارده. بنفس الطريقه؟ بنفس الطريقه، مش بس كده، اللي هو البلدي، اللي هو العيش البلدي عندهم، العيش اللي موجود في الصعيد، العيش البتاو، العيش الشمسي، العيش الملتوت. والله كل الاكلات اللي موجوده تراثيه، اللي موجوده في الصعيد، احنا ورثناها من اجدادنا المصريين القدماء. يمكن عندنا نظريه مع اكتشاف مقابر عمال بناه الاهرام سنه 1990، اكتشفنا عندهم مخبز من ضمن المقابر دي. فكان في تجربة حابوا يعملوها المكتشفين، ان هم لقوا بقايا للعيش هناك، العيش الشمسي، فحابوا يعملوا نفس الطريقة اللي كان عاملينها المصريين القدماء ونجحت. فعرفوا ان فكرة التخمير وصلوا لها المصريين القدماء في عمل العيش. ما تقولش انها نفس الطريقة. طريقة مشابهة او قريبة، ولكن هي نفس، يعني هي ورثت واحنا مش عارفين بالظبط. احنا اغلب ان لم يكن استاذ كريمي، بناة الاهرام ده الدولة القديمة، ده اول اسرة او بالزبط. في الاسرة 1200 قبل الميلاد. يعني اغلب عاداتنا في الاكل او انواع الاكل احنا واخدينها من المصريين القدماء. مش بس كده، يمكن فكره ارتباط الاعياد بالاكل هو ارتباط مصري قديم. ما تلاقيش اي امه عندها اي عيد لازم يبقى مرتبط بالاكل زي المصريين القدماء. يعني بعيدا عن شم النسيم والحاجات المعروفه، هل في حاجات تانية مرتبطه بهذا الامر؟ فكره ان احنا نقسم وجباتنا لثلاث وجبات، دي احنا واخدينها من المصريين القدماء. ثلاث وجبات لازم ناكلها المصري. فطار، غدا، عشاء، طبعا بيبقى على حسب الطبقه الاجتماعيه. مثبت ايه بقى في القصه دي؟ يعني كانوا بيفطروا امتى مثلا المصريين القدماء؟ بيتغدوا لو امتى؟ الطبقه الدنيا او الطبقه الوسطى طبعا بيفطروا مع الفجر. بيفطروا الفطار العادي بتاعهم، الفطير او العيش، مجموعه الفاكهه، الفول، الخضروات، العدس. ده دايما بيبقى مع الفجر مع بدايه اليوم. لازم وجبه. ما كانش فيه الزيت بمفهومه، كان فيه زيت الزيتون، وكان فيه الحاجات، زيت الزيتون، زيت السمسم، مستخرجات الحبوب، كل ده عرفها المصري القديم. تمام. وجبه من الوجبات الثلاثه دي لازم يبقى فيه حضور عائلي، ما ينفعش الواحد ياكل لوحده. الغداء مثلا على الساعه كام مثلا؟ الغداء ممكن يبقى مثلا في نص اليوم. والعشاء مع نهايه اليوم، مع غروب الشمس. والمصري القديم كان بيحافظ على ضوء الشمس جدا. بالظبط. طبعا ما كانش فيه عمليه كهرباء، ما كانش فيه عمليه اضاءه، وان كان المصريين القدامى عرفوا الاضاءه وعرفوا عمليه كنت السهر. لسه هقول لك، مؤكد الموضوع ده؟ اصل انا شفت لا، هو عارف حكايه الزيوت، زيوت الاناره، وكان في عندهم لمط وعندهم بقايا، بس ما كانش عند كل الناس. مش عند كل الناس طبعا، عند الطبقات المرفهه او عند طبقات الحكوميه، عشان تقدر ان هي تنور المعابد او تنور اماكن العمل. فكره ارتباطها بالوجبات، طبعا المصري كان بيحاول يحافظ على نظامه اليومي ارتباطا بنظامه الوظيفي. طبعا الطبقات المرفهه بتاكل في اوقات متاخره شويه،
الترابيزه بتاعتهم كانت بتبقى مليانه لحمه، مليانه سمك، سمك البوري، سمك البلطي من اساسيات الوجبات بتاعتهم. يا سلام. اللحمه كانت بتبقى لحوم عجول، لحوم معيز طبعا، شوي كل الكلام ده. شوي طبعا. عرفوا الوز والبط. عندنا مقبره توت عنخ امون دي من اكبر الادله اللي عرفنا منها المصري القديم كان بيحب ياكل ايه. توت عنخ امون كان عاشق للوز وعاشق للبط. لقينا مجموعه من الوز والبط المتحنطين في مقبرته. كان بيحب جدا الدوم مع انه كان ولد صغير، والدوم ده تعتبر يعني محصور ناشف، بس لقينا دوم متحنط عنده. جميل. لقينا بلح، كان بيحب البلح جدا. فاغلب المأكولات اللي هو كان بيحبها في حياته خدها معاه في مقبرته واتحنطت واتحطت معاه، على امل ان هو لما يبعث في العالم الاخر تكون يقدر ياكلها مره تانية. طيب الوجبه الاساسيه زي ما بيقولوا كانت الغدا ولا كانت العشاء؟ كانت الفطار. كانت الفطار على العكس ما احنا بنعمل للاسف. افطر كالملوك وتغدى كالامراء وتعشى كالفقراء. بالظبط. المصري القديم كان بيحافظ على وجبه الفطار باعتبارها دي بدايه اليوم. ازاي ان هو ياكل كويس عشان يقضي اليوم كله في ان هو يحافظ على صحته ويحافظ على طاقته. وبالذات ان هو كان بيستهدف انواع معينه من الاكل، خصوصا الطبقات الدنيا، طبقات العمال والفلاحين، عشان تديهم طاقه طول اليوم. طبعا العدس، عندنا العيش كان ده من الاساسيات اللي بياكلها المصري القديم. عندنا الثوم والبصل. والثوم والبصل دي كانت بتديهم طاقه كبيره جدا وبتقلل نسبه افرازات العرق خصوصا للعمال. عندهم فكره البيره والنبيت. دي كانت من المشروبات الاساسيه اللي المصري كان بيحبها بشكل كبير جدا خصوصا مع زراعه الشعير. طيب وبالنسبه للرنجه والفسيخ يا دكتور، هل الرنجة والفسيخ نقدر نقول ان هم كانوا وجبات رئيسية؟ نقول الرنجة، في ناس تقول لك الرنجة دي هولندي، لان اغلب دلوقتي يعني احنا بنستورد دلوقتي، احنا بنستوردها طبعا. هل هي مصرية فعلا زي ما ايه؟ الرنجة، الفسيخ، التونة طبعا دي جاية لنا من بره. عندنا طبعا البلطي والبوري دي من اساسيات نهر النيل ومن اكتر المصايد اللي المصري القديم كان بيحبها. وهنلاقي اغلب الطبقات كانت بتحب فكره السمك. فكره بقى التمليح وان احنا ازاي نعمله بالطريقه اللي احنا بنعملها دلوقتي دي، احنا مقتبسينها من فكره التحنيط. يا سلام. يمكن في قصه كده طريفه. أي. ان لما تم الكشف عن خبيئه المومياوات في الدير البحري في القرن 19، نقلوا اكتر من 20 موميا للقاهره في مركب. اول ما دخلت المومياوات دي القاهره كان شيء غريب، اول مره يشوفوا موميا. فموظف الجمارك ما عرفش يسجل المومياوات دي، لقى كائنات ملفوفه متحنطه، وكان لازم اي بضاعه تدخل القاهره لازم تتسجل عند موظفين الجمارك. كتب ايه بقى؟ فما كانش فاهم يعني ايه جثه متحنطه. فموظف مصلحه الاثار في الوقت ده قال له اعتبرها حاجه متحنطه كده متخزنه في ملح. طب اقول لك ايه، سجلها سمك مملح. فعلا. وعندنا اعظم ملوك مصر القديمه دخلوا متحف القاهره والمتحف المصري في الوقت ده تحت مسمى سمك مملح. وده مثبت. ده مثبت. ده سنه كام؟ في الوثائق حوالي 1870 او 71. فتره اواخر القرن ال19. ده في الاكتشافات الاولى من وادي الملوك اللي جت للقاهره. بالظبط. اكتشفت المومياوات. طب على هذا الاساس احنا يعني عندنا تاريخ طويل، سجل ده فين؟ يعني عرفنا ده ازاي؟ انت قلت لي ان في حاجات اكتشفت عن توت عنخ امون، في حاجات اكتشفت في العمال اللي كانوا بيبنوا الاهرامات. هل جداريات سجلت اشياء تانية؟ هل في كتب قالت اشياء تانية؟ يعني قول المصادر اللي عرفنا منها. عرفنا نظام حياه المصري القديم بكل تفاصيلها بكل انواعها عن طريق زي ما حضرتك قلت الجداريات او نصوص القرابين. دايما المصري القديم كان عنده فكره ان هو حياته الاخرى هي مماثله لحياته اليوميه اللي موجوده دلوقتي. فكان عنده امل ان كل المأكولات اللي هو بيحبها هيرسمها على جدار مجرد كلمات او رسومات، بحيث ان هو عن طريق تعاويذ معينه تتحول لحقيقه. وان هو يقدر في العالم الاخر جوه مقبرته اللي بيعتبرها بيته الابدي ان هو يلاقي الاكل ده موجود في العالم الاخر ويبتدي ان هو ياكله. أي. لو ما قدرش ان هو يحنط الاكل ده وبعض الاكل كان بيبوظ منه، فكان بيعتبرها طريقه سحريه. ان هو يكتب الاكل ده مجرد كتابه او رسم وبالتعويذ هتتحول لحقيقه. الله. على ذكر هذا الامر وعلى ذكر ايضا المطالبات بتوثيق تسجيل هذه الاكلات وحمايه التراث، مصر عندها خطه مهمه جدا لتوثيق الطعام المصري كتراث غير مادي في اليونسكو.
قريب قوي هنشوف الفول والكشري وغيرهم من الأكلات المصرية ضمن قوائم التراث غير المادي باليونسكو. خلينا نتعرف على تفاصيل عن هذا الأمر. الدكتورة نهلة إمام، مستشار وزير الثقافة لشؤون التراث غير المادي وممثلة مصر باتفاق التراث غير المادي باليونسكو، معنا عبر الهاتف مباشرة. أهلا بحضرتك يا دكتورة، صباح الخير. صباح الخير، أهلا يا فندم. يعني في البداية خلينا نتعرف على أهم الأكلات المصرية اللي بالفعل يمكن تسجيلها في اليونسكو. سجلنا حاجة ولا لسه هنسجل؟ لا الحقيقة، الأول أقول لحضرتك صباح الخير، احنا لسه ما سجلناش أكل. احنا مصر ديها 7 عناصر مسجلة على اتفاقية صون التراث الثقافي العالمي، لكن هو ما ليس من بينها الطعام. يمكن في حرف، في فنون أداء، في تحكيب، في أرجوز، في النسيج، لكن لسه ما عندناش. وعلى فكرة احنا بيجينا مطالبات دلوقتي من ناس ممارسين شعبيين ومن الناس العادية جدا بأنه سجلوا الأكل، عايزين يسجلوا. بالتحديد بيجيلي دايما طلبات سجلوا الكشري. واحنا طبعا في طريقنا الى اننا لازم ندخل حاجه من الاكل المصري في التراث. وعلى فكره برضو بالنسبه للدول العربيه كتير ما حدش سجل اطعمه كتير غير الكسكسي مثلا اللي هو في شمال افريقيا، والقهوه دايما القهوه ليها جزء كبير لان طبعا مرتبطه بعادات وتقاليد كثيره جدا في بعض الدول العربيه، واحنا بنفكر ننضم الى ملف القهوه لان لدينا ايضا في بعض المناطق تراث مرتبط بالقهوه. طب يعني معوقات التسجيل ايه او التحديات ايه يا دكتوره؟ يعني دايما بيقولوا احنا لسه ما سجلناش، دايما بنحاول. واضح ان الموضوع ده علشان تثبته لليونسكو يعني بياخد جهد كبير. ما اعتقدش ان في جهد او يعني في اثبات اكتر من المعابد والكلام اللي قاله الدكتور شريف لا يعني هو جهد هايل، جهد كبير جدا علشان نسجل عنصر. بس عايزه اقول واستغل فرصه ان انا مع حضرتك واقول انه ليس كل ما نتمنى ان نسجله هنقدر، لانه في كاباسيتي معينه. يعني في احنا محدودين بعدد العناصر. اولا الدوله ما تقدرش تقدم غير عنصر واحد كل سنتين. فهل تتخيل حضرتك ان تراث مصر بكل الزخم اللي فيه، بكل الطلبات اللي بتجينا من المجتمعات المحليه، وده مهم جدا. لكن اليونسكو، لان هو احنا بنقيم في اليونسكو وانا احد اعضاء لجنه التقييم فيه، احنا بنقيم كل سنه 60 ملف. 60 ملف ده كتير، بس كمان لازم تعرف حضرتك ان الاعضاء في الاتفاقيه 183 دوله. فالسباق يعني محتدم. فبنلاقي ان احنا السنه دي احنا عايزين نسجل، عايزين ندخل نقش على المعادن، كمان بنعد ملف عن قالب سمسميه، ايضا ملف التلي بنعيده للسباق. فالزحام موجود، لكن احنا مش بنفقد الأمل. لكن الطعام، الطعام بمفهومه ما دخلش حتى الان ضمن هذه الملفات لسه. بس عايزه اقول لحضرتك ان في مستويين للتسجيل، في مستوى على مستوى اليونسكو وفي مستوى وطني، ان احنا نعمل ارشيف للدوله. أرشيف للدولة في كل بقى الأطعمة اللي موجودة بطرقها، بالوظائف الاجتماعية بتاعتها، بالمعاني الثقافية، بالأدوات اللي بتستخدم. ثم نصعد كل سنتين عنصر من القوائم الوطنية. الحقيقة أنه لازم يكون في اهتمام بالقوائم الوطنية. لازم يكون عندنا أرشيف قوي للتراث الثقافي غير المادي، منه الاكل ومنه الحرف ومنه الممارسات الفنيه ومنه العادات والتقاليد، منه فانوس رمضان، منه حاجات كتير جدا. مصر الحقيقه ليها تراثها يعني اكبر من قدره المنظمات الدوليه على التسجيل. يعني احنا لازم يكون عندنا ارشيف، وده اللي بيحصل في كل دول العالم، يكون عند حضرتك ارشيف قوي جدا ثم تساعد كل سنتين عنصر منه حاجة الى اليونسكو. طيب بمناسبه الكلام ده، الكشري مصري ولا هندي يا دكتور؟ طيب ده سؤال مهم جدا، وانا الحقيقه بشكرك عليه لانه بيفتح لي الفكره ان انا اوضح حاجه. التراث بطبيعته بيتحرك ما بين الشعوب، وفي قاسم مشترك. يعني نقدر نقول ان عندنا التحسيب، لكن موجوده لعبه شبيهه ليها في اثيوبيا وايضا في موريتانيا، وجاي لنا طلب انه ينضموا معانا ايضا ليبيا للتحسيب. ليه؟ لان التراث ما هوش جامد، هو بيتحرك طول عمر. الشعوب بتتحرك من مكانها، كان زمان الرحاله والرحلات، وكانت رحلات التجاره ثم رحلات الحج. فالتراث متحرك
وفي نظريات كتيرة يعني مش مكان ان احنا نتكلم فيها ازاي التراث يكون موجود في اكتر من مكان، لكن في بصمة خصوصا بقى حضرتك موضوع الاكل ده، في بصمة انا دايما بقول في بصمة تراثية زي ما في بصمة وراثية. يعني الكشري ممكن يكون في مصر ممكن يكون في الهند، لكن اكيد اكيد هو له طابع مميز في كل دولة. صحيح. وله مكونات ممكن تختلف شويه. صحيح. يا اخي ده احنا في الاكل بالتحديدا لو اثنين عملوه كل واحد بيعمله بطريقه أكيد. وكل واحد واحنا دايما نفس. نقول في نفس ها اي في نفس في الاكل فهو طعمه مختلف. طب احنا اثبتنا الكشري المصري مختلف عن الكشري الهندي ازاي ولا ما اثبتناش؟ يعني ده سبايسي اكتر، ده في مثلا حمص، في ورد، في مش عارف في حاجات عناصر تانية ولا ما فيش الكلام ده؟ بالتأكيد هو في اختلافات، لأن زي ما بقول لحضرتك كل ثقافة بتضيف من عندها من مكوناتها حتى من البيئة، الجو، المناخ، احنا بيطلع عندنا بصل هم بيطلع عندهم ثوم، فإذا البيئة مؤثرة، العوامل الاقتصادية مؤثرة، الممارسات الاجتماعية مؤثرة. صحيح. مؤثرة أيضا. يعني طبقة جوه المجتمع، أنت ممكن حضرتك تقول أنه داخل المجتمع فيه أكلة بس الأكلة دي منتشرة ما بين طبقة معينة ومش منتشرة. صحيح. أو منتشرة في المنوفية ومش منتشرة في أسوان. صحيح. فهذا التنوع على مستوى الدولة موجود، على مستوى العالم موجود، ما بنتخضش خالص. أنا شخصيا كمتخصصة أنا ما بتخضش من وجود العنصر في أكثر من دولة. صحيح. لأن دي طبيعة الإنسانية. حتى لو كان البتاو أو العيش الشمسي يا دكتورة، أعتقد ده مصري مصري يعني، ما فيش كلام بقى ولا موجود شبيه ليه؟ مصري مصري مصري، وممكن يكون في حاجة شبيهة ليه في تشاد. ممكن ما يتزعنيش، المهم ان هو بتاعي وان هو عندي. ولذلك الاتفاقيه بتقول لحضرتك سجل وقول الكشري في مصر وما تقولش الكشري المصري. طب نصيحه، انت لا الجهه تملك ولكن انت بتمارس. الجهه هنا نعمل ايه علشان نبقى جاهزين اخر يعني روشته كده من حضرتك، نعمل ايه علشان نتقدم لليونسكو؟ ان احنا ننزل فريق من قبل وزاره الثقافه توثق الكشري الناس، لان ده ملوخيه، العيش البتاو، الفول والعيش الشمسي. على فكره احنا عندنا قوائم حصر ولكنها اوليه موجوده في مصر وكذا جهه جماعيه، بس احنا عايزين نعمل بحث معمق ونشوف توزيعه على خريطه مصر موجود فين، كل عنصر، العيش الشمسي موجود في الجنوب والبتاو موجود فين والمرحرح موجود فين، هذا التنوع لازم يكون. وعلى فكره وزاره الثقافه مثلا اصدرت من اكثر من 10 سنوات اطلس عن الخبز، توزيعه في مصر ازاي جغرافيا. صحيح. بادواته، بطرق العزم، بطرق الخبز، باستخداماته، واحنا اكتشفنا ان في تنوع شديد في الخبز. صحيح. في مصر يعني احنا ما عندناش عيش واحد. يا جماعه احنا دوله ليها اطلس في الخبز بس. بنشكرك يا دكتوره. احنا يا فندم بلد عظمى ثقافيا. لا سنتين دي مش هتنفع معانا يا دكتوره، لازم نحرك الموضوع. ولذلك تعتزم وزاره الثقافه ان شاء الله ان احنا ندرشن ارشيف وطني قوي، واحنا نعول على حضرتك وعلى الاعلام وعلى خبراء الاثار زي ما حضرتك مستضيف. صحيح. وعلى اساتذه التغذيه معانا. صحيح. صحيح. وعلى اساتذه المناخ وعلى الزراعه معانا. كل ده لازم يبقى جهد وطني مشكور. مصر تستحق ان يكون لديها تراث، ارشيف قوي للتراث الثقافي غير المادي. شكرا ليك يا دكتوره. دكتوره نهله امام، خبيره التراث الثقافي غير المادي باليونسكو، شكرا جزيلا لحضرتك. احنا بلد عندنا اطلس للخبز يا دكتور. على ذكر الدكتوره بتقول ان احنا عندنا اطلس، ممكن فرنسا او اسبانيا عاملين زي اطلس للولايات او الاقاليم اللي عندهم، كل اقليم بيتميز بايه. احنا عندنا كل مدينه بتتميز بايه فعلا. يعني احنا مش بس عندنا اطلس لمأكولات، احنا عندنا اطلس لتراث الاكلات. ممكن نمسك العيش زي ما حضرتك قلت، من الشمال للجنوب بيتعمل ازاي. كل مدينه عندها ايه الاكل المتميز بيها. وبالتالي يعني زي اسكندريه، الساحل الشمالي ده، عندنا الدلتا، الصعيد، سيوه، اسوان، شمال سيناء، عندنا كل مدينه في مصر، كل محافظه في مصر عندها التراث الثقافي الغذائي بتاعها. يكاد يكون تراث منفصل يتعمل عنه اطلس ليها لوحدها. على ذكر الموضوع ده وهنتكلم دلوقتي عن مبادره طبليه مصر،
كانت وزارة السياحة أطلقت حاجة اسمها سياحة الطبخ، إن الوفوج السياحي ييجوا يخشوا مثلا في النوبة مثلا لأحد المنازل اللي في غرب سهيل، أو يقضوا يوم كامل بيطبخوا مع الستات، يعرفوا يعني كيف يتم طهو الطعام المصري. ودي أعتقد إن هي برضو لسه ما فعلتش بشكل كبير، إن هي لو فعلت ممكن نربطها جدا بالأكلات المصرية اللي إحنا عايزين نسجلها في اليونسكو، باعتبار إن ده يعني تراث بتاعنا ما نقدرش مش بس هنربطها، ده نوع من التنشيط السياحي بالظبط، ازاي ان احنا عندنا سياحه علاجيه، سياحه ثقافيه، سياحه دينيه، ممكن سياحه الطهي دي نفسها ممكن تكون جذب كبير للعمل السياحي، خصوصا زي ما قلنا ان احنا عندنا تراث في الطهي قديم جدا، عندنا عمق فكره الطهي على مستوى الجمهوريه كلها، مش مدينه او اتنين، كل مصر كل مدينه عندها المطبخ بتاعها. صحيح. طبليه مصر المبادرة اللي معمولة بكرة في المتحف القومي للحضارة، تنتظر منها إيه؟ لا، المتحف القومي للحضارة متميز جدا وبيعمل مبادرات كل فترة، وأعتقد إن هو تبني للمبادرة دي هيشجع إن إحنا ننمي معرفة الناس بالتراث الثقافي المصري الخاص بالطهي. يمكن زي ما حضرتك بتقول، هل الكشري مصري؟ لا مش مصري، العيش تاريخه ايه؟ هي حسبتها الدكتور قالت لك الكشري المصري والكشري الهندي بالظبط، وده حقيقي. ففكره بقى ان احنا نعمل المبادره دي على مستوى شعبي، على مستوى ثقافي، ان الناس تيجي وتسمع محاضرات من متخصصين سواء في الاثار، في التاريخ، سواء في الطهي، سواء في التغذيه، كل ده هيفيد الناس ويعرفهم التراث المتخصص في الطهي بتاع بلدهم عامل ازاي. اعتقد ان دي خطوه مهمه، ان احنا نقدر نارشف اكلاتنا، ان احنا نقدر نبقى جاهزين لليونسكو. اليونسكو لو بياخد يعني عنصر واحد كل سنتين من كل دوله، احنا عندنا طبعا يعني زخم كبير جدا في دولتنا، محتاجين نارخ ده، ومحتاجين نشتغل على ده في وزاره الثقافه، ومحتاجين جهد ناس كتير زي جهد الدكتور شريف وجهد خبراء التغذيه، جهد الناس العاملين في وزاره الثقافه، محتاجين نعمل ده في اطلس عشان نبقى جاهزين، حتى لو اليونسكو ما اعترفتش، احنا كمصريين والسايح اللي جاي لنا في قصه سياحه الطبخ على سبيل المثال، نقول له ان احنا ازاي ده، وده موجود في المعابد اهو، وده الحاجه يعني انك تنشر ده قدام العالم اهم بكتير ان هو يبقى متسجل في ورقه او اتنين. انت عندك تواصل مستمر مع السائح بشكل يومي في مئات وملايين السياح اللي بيجوا مصر، اعتقد ده فرصه مهمه جدا ان احنا نقرخ حاجه زي كده. دكتور شريف شعبان الباحث في الاثار المصريه نور النهارده في استوديو صباح الخير، وتكلم معنا اهم الاكلات المصريه. شكرا جزيلا لك. شكرا يا مصطفى، ربنا يخليك، نورتنا. اشكرك.